يقول احنا ما نحتاج نكبر، نحمل عند الله كبار خيار يا رجل. صح هذا حكي. السلام عليكم، كنت في شيخ باشا تمام. جيت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ كوسا كوسا. واحد اسمه سمير اديك الدجاج. اصغر هذا بتقول عبر واحكام خايسه، بعدين تقول وراها كوسا. الحين بنشوفهم. فلا تسألك اشتراك بس بدون جات على صندوق وسط. تابعوني عليه كام؟ تابعوني على سناب بعد. واللي ما شاف المقطع اللي راح ترى فاته نص عمره، بيطلع له الحين في الاي دي او هنا على حسب لغه جوالك، بيطلع لك يا هنا يا هنا. تابعوا، مره بطل اشتغل. اكثر مقطع اشتغلت عليه باحساس وضمه وضمير. فشوفوا ليتس جو، نبدا المقطع. اوكي، هذه اسمها سميرة الديك، عندها 152,300 متابع، عندها 1,300,000 لايك. حلو. شوف الاول مقطع لها. ناطر وعدنا حطوا كراسي وعدوا لانه صرتها طويلة. كوسا صح. والله ما ادري ايش قالت، فما ادري ايش قلتي انت، ما ادري انت ايش قلتي. كوسا صح. خلاص الله يثبت على عقل الدين. بس كلكم مش طايقين بعضكم، بس المصالح جمعتكم. كوسا خرسي انت اول اشي. ثاني اشي عيال، اكتشفت شغلة. طبعا كيفني وانا محنك اكتشف شغلة من ثاني مقطع، يعني مثلي ما راح تلقون. يمكن هذا اكثر مقطع راح يكون عندي يا عيال. الحكمة كلها لبعضها ثانيتين وعشر ثواني، هذه كلها اغنية. لما حضوري يلغي وجودكم شي طبيعي تكرهوني. كوسا ميجا كوسا قال ترجمة، لما حضوري يلقى وجودكم شيء طبيعي تكرهوني. نبينا أحد زيه صراحة من ترجمين. أقوى تشريش كوينز تيك توك بس عند الشادة، والباقي كله كوسا كراس ولاد. صدق من قال هذا المشهور انشهر بحركة استخدمها في كل إعلان له. طبعا هذه أنا ترجمته، هو قالها في مقطع تعبيري وأنا ترجمتها. بات الشيخ وابن الشيخ مش فارقة معي، يلي بيضل ويلي بيفل، كلكم قطة كذابين بقلب بعضكم. كوسا عين تشوف اصبعها، استغفر الله العظيم. مجعد صح. مجعد حبابة، يعرفين حبابة عمره فوق 50 سنة، خذوها مني. شمرة شنو يا حبابي، شد لي كوسا يا اخي يا حباب. يعني خذي لك مني نصيحة، ماشي؟ روح تراسك ونامي يا خير لك. والله العظيم يعني، لأن حرفياً وجودك وعدم واحد. قرار اللي بيحفظ كرامتك خده قد ما كلفك. كوسا ما مدري منين تلقى الأغاني، يمكن أول غنية. للي ما فهم القرار اللي بيحفظ كرامتك خذه قد ما بيكلف. كوسا يعني الله يعطيك العافية كنار تعال، لأنه أنا على حبابتي نص ماني فهمان. تبدي أفهم عن هاي؟ ما حدا منيح، كله خبيث على طريقته الخاصة. كوسا عين أنا ما قاعد أفهم غير كوسا. أيوة، ما حدا منيح، كله خبيصة بطريقته الخاصة. كيفني بس أنا قاعد أطلعلكم ترجمة لكل مقطع، لأنه أنا ماني فاهم أصلا. الله يديم المصلحة، كرمال نشوف وجهون الطيبة. كوسا على حزنتها انت صديق. صدق اوكي، اعلان. هذه لو تدفع لي مصاري انا ما راح اعلن عدها. الخاص يا ادم كبرت اخذتها على السلطة. كوسا كراس ولاد. استغفر الله العظيم، الخاصة قد ما كبرت اخذتها على السلطة. حنا ناكل ليش اسمه هي كان لا خس. واحد كاتب تحكي 1.5. الصراحة والله العظيم يعني نص تفهم نص ما تفهم. شو رأيكم هالسديم؟ شيكم مثله؟ يا ريت فيك تجيبينا مثله يا ماما. فكرة معاكم، لكل واحد يجيب له صباط أحلى من الثاني. من وين لك؟ ما يكشفون هدول صباطاتكم على ثانيكم. بعمرك ما تستند على حدا، كلهم حيطان وميلي. كوسا أنا الله. يعني انا خايف لا اتنمر ندخل بالحرام. انا هذا انا كل مقطع خاف لا ادخل بالحرام. يعني عندك كل واحد قد الجحاش، اولاد هذول قبل شيء يطلعون قد الجحاش جحاش. يقول اربع زلم بالبيت ما عندهم كلاش، ولما جابوهم لقاهم بلا فراش، يحسب عنده زلم ثاريهم جحاش. كوسا استغفر الله العظيم.
اوكي طبعا هذا اول شيء. وثاني شيء كوسه. انا هذا على حسب مين طلعها من مخي يا ماما. تاخرنا على الجامعه. اه شوفي هذا اكبر جحش من عندك يعني اكبر منك. اي جماعه حجاسينه بس حاطه مكسره. عندي ولا صبات في البيت معي على 10 دولار ما معي غيرها مستحي فيه كمان. 10 دولار كثير 10 دولار بيهدك على محل بازار كبير بشي. الكوسه بتعمل اعلانات. اي والله هاي اخرتنا الكوسه تعمل اعلانات واحنا قاعدين. اي والله هذا حال الدنيا ما تمشي الا مع البياعها. بس تصير شامبو ذكرني لحطك على راسي كوسه. النيه صارت بالمريخ. استغفر الله العظيم. طيب فرضا كنتي صلعه يعني هنا حتى لو صار شامبو ما تقدر تحطي على راسك لانه اصلا يزحط. اذا اخذ صوره عني غلط بعتيها لبعتك اياها فيديو كوسا. خراس ولاد خراس. انت حبابه ولابسه مكشف يعني اذا انت ايش تلبسي يعني لا اعتب على الباقي صراحه والله لا. طيب المشكله المقطع هذا 5 مليون يا عيال 5 مليون مشاهده. يخرب بيت عدوهم. هربنا من الحرام التقينا بولاده كوسا. خلاص ولاد بيالك اتبسر على امك من وين جبتي هاي كوسا. اي والله صدق يعني ايش الكلمه الخرا يعني ممكن كانت تفهم كوسا قالت جمله بعدين قالت له من كوسا طلعت معها كوسا. فكره بتكبر بتعقد هي بس كبرت كوسا. ليش كوسا مش باذنجان؟ صدق صدق ليش كوسا مو باذنجان؟ ليش مو خيار؟ ليش مو دبشي؟ ليش مو فجل مثلا؟ يعني مثلا اذا كنت شامبو ذكرني حطك على راسي فجل خراس ولاك. استغفر الله العظيم. فوق من هن عايشين بوجهين ولا واحد فيهم حلو كوسا. يا عيال انا ما ادري ايش احس ان هي تسولف اصلا سوالف عاديه واخر شيء تقول كوسا. والله يا عيال هي تعطيها اي شيء براسها بعدين كوسا. فوق من هن عايشين ما فهمت شيء بس كوسا. اخيرا طلع في ناس مثلي. انا اتذكر بس اني مجحش وماني ترى عارف اللهجه اللبنانيه يعني انا عشت بلبنان يا عيال عشت 24 ساعه قعدت ببيت خالتي رحت جبت لها كيس رز ورجعت بس كان يسلم لك تسلف له بالاشاره هاك 200,000 مدري 20,000 كيس رز ورجعت على خالتي ركب. هذا الشيء اللي سويته بال 24 ساعه كوسا. في ناس بس تبلشت لهم تقبروني دغري بلشوا يحفروا لك كوسا. استغفر الله العظيم. كوسا صارت مشهوره وانا بعد. اي والله كوسا انشهرت اكثر مني. كم مشاهدات كوسا؟ اوف جيش كوسا لحاله 30 مليون انا جيش الحلبي كله 13. كم يا شويه يا ما شاء الله يا ليش ليش اكتشفت شيء انا صدق انا ما عندي ولا مقطع وصل 1000 اوكي هاشتاقي 441 مليون 41,000 كوسا قربنا لك. هون هذا اياد حبيب قلبي اياد 444,000 بهدد فيهم كل الناس حرفيا اي واحد بشوفه قدامي بهدده اكد له ترانا هاشتاقي 400 مليون 400,000 والله العظيم. انت ما تقدر تكلمني اصلا يعني اي واحد يكلمني على انستغرام ترى ما راح ارد عليه يعني انا هاشتاقي وصل 441,000 مشاهده. استغفر الله العظيم هذا مقطع واحد من كوسا حرفيا. شوف هذا مقطع كوسا 444 مليون 1000 502 صدق اللي قال الناس بتتمنى والحمير يا كبده خرا. استغفر الله العظيم. استغفر العظيم. انا قاعد اقول كذا اني يعني مجعده يعني ايش يعني صارت حبابه يعني اللي مثلها على حد تقوم تصلي ركعتين تحافظ على الصلاه اللي مثل ما ضل عليه قري شويه يعني رجل بالقبر رجل بالحياه ما اخذ اجازه ايام الزراعي ما يصير يا بنت الحلال روحي نامي انت زاد شبيك. استغفر الله العظيم. صرنا بزمن الغلط فارض حاله والصح عايش لحاله كوسا. انا الحين ما فهمت ولا شيء قالت فبدور احد قال فاحد كاتب لها راح انصحك نصيحتين الاولى استمري الثانيه نصيحه الاولى. طبعا اكيد مضحك ليش لانه هو هاشمي 515 وهذا انا عيل ما لقيت اوكي ماني ما فهمت. طبعا بنشوف اخر مقطع بعدين بنسكر. تكون منافي بتلاقي 100 مرافي
قول الحقيقه ببعصوك بالدقيقه عن جد كوسه والله بس ولاد من انت اللي سميت خراسي وليك والله العظيم شيء عجايز اخر زمن قسما بالله عجايز بدون تربيه من جد وجديد ما هذا يا خاله لا تخسين خاله والله يخرج كل المدفات ومحترمات إله نقصانات حلقات صلى الله عليه وسلم حسن دغس تابعني عليها كام تابعني عسنا بعد صلوا على النبي سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم وكوسا